ما بتعطي رياضة، كنت بتعمل كل يوم رياضة؟ ايه طبعا كل يوم طبعا ايه. بالاساس انا بلشت شخص رياضي، كنت اركض دايما، بعمل كمان جيم، وبعدين كملت لصرت مدرب رياضي. تخصصت يعني درست؟ درست وصرت مدرب رياضي. قد ايه لك بمجال الرياضة انت كمدرب رياضي بلال؟ بين 10 و 12 سنة. اوكي، هلا قد ايه لك وقت؟ وكثير اشخاص يعني بيشهدوا للنتائج الايجابيه دائما يلي بتعطينا الرياضه، يعني بتعطينا اياها اكيد على جسمنا. صحيح. للاشخاص البديدين، للنساء الحوامل، للاشخاص اللي حابين انه يحافظوا على صحتهم، لانه عندنا معتقد هون اذا شخص ضعيف ليه عم تعمل رياضه؟ قد ايه هالشيء كمان خاطئ؟ ايه ما هيدا الغلط هون، في ناس كثير بتضعف بتقعد بلا اكل او ما بيكون عم بتابعها حدا اخصائي تغذيه او شيء. كثير مهم لما نحن نكون عم نعمل دايت نكون عم نعمل بنفس الوقت معه رياضه، لانه لما نكون عم نعمل رياضه نحن بنكون عم هالعضل عم نشغل هالعضل، هيدا كله بيساعدنا بنعلي هالميتابوليزم وبيعلي هالهرمونز اللي هن الهرمونز فات بيرنينج. فهيدي كثير اهميتها يكونوا متوازنين مع بعض. نفس الوقت غلط كثير اللي بيعملوا سبور، في ناس كثير بتركض ماراثون بيكون اكلها غلط، بخلص بتلاقيه جاب 2 برجر اكلهم كمان غلط. انه يابا هو حرق بده يعود، انه بيقدر يعني. هذا الشيء المفهوم الغلط. عطى لحاله مجال انه ياكل. طيب هلا لما نكون جبناهم بس للمنظر، كيف نستعملهم هون؟ اوكي. بدك تقوم؟ اكيد. بس لنعطي خبر للكاميرا تقدر.